بقى للوصفة اللي بعدها. بصوا عندي هنا ايه، شوية بطاطس بيتسلقوا، هعمل بيهم طبق يا جماعة بيتقدم فيه المطاعم، خطير. هعمل ايه؟ هعمل شوية ماشد بوتيتو وهحط عليها صوص المشروم، حاجة كده شبه الجريفي صوص. الجريفي صوص ده، الجريفي صوص ده اللي هو الحاجة بتبقى شوية ايه، عاملة زي عارفين اللي هو صوص الديمي جلاس والحاجات دي، بس انا هعملها بطريقة مختلفة، مش بالديمي جلاس خالص. تمام، تعالوا كده نجيب البطاطس عندي هنا ونفضي المية منها ونقول المقادير. يلا بينا، يلا بينا. عندي هنا هعمل ماشد بوتيتو بصوص المشروم، عبارة عن ايه، بطاطس مسلوقة سلقناها مع بعض، وبعدين هحط عليها ايه بقى، هحط عليها عندي هنا زبدة ولبن، هحط عليها جبن كريمي، ملح وفلفل اسود، وكمان هحط عليها بقى الصوص المشروم اللي هو عبارة عن مشروم، زيت زيتون، مكعب زبدة، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، وعندي هنا كمان معلقة كبيرة او معلقتين دقيق، كوباية مرقة خضروات، وصويا صوص، وشوية زعتر فريش على روزماري فريش. نقول تاني، نقول تاني. عندي هنا هعمل الماشد بوتيتو بتاعتي عبارة عن اربع بطاطسات مسلوقين، هحط عليهم زبدة ولبن وجبن كريمي بالقشطة من عبور لاند وشوية ملح وفلفل اسود. تمام، تمام. هاجي عندي هنا للمشروم، انا هعمله صوص عبارة عن ايه، مشروم جوليان، زيت زيتون، مكعب زبدة، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، معلقتين كبار دقيق، كوباية مرقة خضروات، وصويا صوص، وزعتر فريش، وروزماري فريش. طيب انا عندي هنا البطاطس بتاعتي، هروح اجيب بعد ما رميت المية بتاعتها، اروح كده وهي سخنة هرساها كده، واروح حط عليها شوية الزبدة الحلوين دول. تمام، بص اول ما احط عليها شوية الزبدة هلاقيهم ساحوا، ليه؟ عشان هي سخنة، وطعم الزبدة بقى هيفضل فيها خطير، وهتبقى كريمية جدا. بصوا بصوا ريحة الزبدة عندي هنا طلعت، ريحتها حلوة جدا مع شوية البطاطس. عايز اقول لكم الطريقة دي تنفع كمان ان احنا نعملها سندوتشات للولاد وهم رايحين للمدرسة، عايز اقول لكم مغذية جدا. شوية عندي هنا بطاطس سلقتهم، حطيت عليهم مكعبين ثلاثة زبدة، وعندي هنا جبن كريمي اهي، هحطها كمان، وعندي البطاطس السخنة بشيلها من على النار، بس اروح عاملة ايه، اشيلها من على النار بس اروح مصفياها وشغالة اهي، عشان كده بكون مقشراها ما خليهاش تبرد. بصوا بصوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي، نهار ابيض على الحلاوة. وبعدين هحط شوية لبن صغنونين قوي، وزي ما اتفقنا رشة فلفل اسود. طبعا في الحالات اللي زي دي المفروض ان انا ارش ايه، فلفل ابيض، بتقول لكم ملح ابيض، فلفل ابيض، بس انا عندي بصراحة ما بيفرقش معايا الدرجة بتاعت اللون بتاعت الاكل، يعني المهم الطعم. فانا حطيت شوية فلفل اسود صغيرين هيطعموها لي، وطبعا هي لما بتتقدم في مطاعم لا بتحط عليها فلفل ابيض بصراحة، بس انا يعني بحب الفلفل الاسود، فهتلاقوا حتى كل الوصفات اللي فيها المفروض فلفل ابيض انا بتغاضى عن الابيض واحط فلفل اسود. بصوا بقى قوامها بقى عامل ازاي، بصوا اتفرجوا على الحلاوة، شايفين كريمية وتجنن، تتفرد معايا بقى ونعمل لها احلى ايه، صوص مشروم. تعالوا كده نركنها على جنب ونبدأ نعمل ايه الصوص بتاعنا. قبل حاجة اروح ابص بس كده، بصوا بقى تعالوا شوفوا الجبنة ساحت ازاي معايا هنا،
شايفين ساحت ازاي؟ خطيرة صح؟ وايه يعني كأنها دخلت فرن واحنا ما دخلناهاش فرن ولا حاجة، احنا هدينا النار وهي عندي الرز سخن فراحت مسيحيها، وبعدين انا غطيتها راحت عملت ايه؟ بخار المية ده نزل على الجبنة سيحها اكتر، بس كده. تمام تمام. هروح عامله ايه؟ حاطه كده، وجايبه شويه ايه صوص باربيكيو، حطهم في كيس ونازله عليهم بالشكل ده. وقولولي ايه رايكم بقى، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. طاسه رز بالمشروم بالجبن، عظيمه خطيره. هشيلها وهقدمها في نفس الحاجه. عايزين بقى ناخد منها، بصوا هوريكم بس ايه الحلاوه. بصوا بصوا شايفين، ناخد بقى الرز مع، شايفين مطه الجبن طالعه معايا ازاي، لسه مكملها اهي كلها على بعضها اهي، مش مقطوعه مثلا وباينه من فوق، لا كلها على بعضها خطيره. طيب تعالوا نقدمها، يلا بينا. نحط البلانشة بتاعتنا ونقدمها.